طيب إذا ما أردنا أن نختم هذه الفقرة بما بدأناه هو الوضع الآن على الأرض الميدان، أنت قلت بأن روسيا يعني ربما لن تكون صادقة جدا في أرقامها، ولكن نحن نتحدث عن وكالة رويترز التي نشرت أن أوكرانيا جهزت فقط أو ما هو جاهز عندها فقط 3 ألوية من أصل 12 لواء كان من الممكن تجهيزهم. إذن يوجد 3 ألوية فقط هي من تقوم بالعملية المضادة الأوكرانية. برأيك هل ضعفت أوروبا وضعفت أمريكا عن مد هذه الحرب لأنها توازن ما بين إبقاء الرفاهية لشعبها وتمويل حرب ضخمة مع روسيا؟ فهل ترى أن من الممكن أن تذهب روسيا إلى أبعد ذلك في الاستيلاء على الأرض الأوكرانية؟ هلا اولا بالنسبه لموضوع التجهيز، هو ليس المقصود عدم جاهزيه، هناك جاهزيه ل 12 لواء في الاراضي الاوكرانيه ولكنها لم تشركها في المعركه حتى هذه اللحظه الا عبر 3. الجميع يستغرب يعني لماذا اوكرانيا لم تبدا هذه المعركه والى اين هي ذاهبه وعلى اي شريط ستقاتل، ولكن بالنسبه للجاهزيه فهي جاهزه، لديها سلاح ولديها دبابات الآن، ولكن مشكلتها فقط في الغطاء الجوي، لا يوجد لديها طيران ولا يوجد لديها حماية لأي تقدم عسكري بري. لذلك روس يعني أظن أن أوكرانيا تضغط على المجتمع الغربي من أجل أن تصل إلى طائرات يعني قبول بطائرات الـ F-16. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر أنا أعتقد أن فعلا يعني المعركة ستطول، ولكن لذلك لا أوكرانيا ولا حتى روسيا باتت مهتمة بأن تستهلك كل طاقتها لفترة قصيرة، لذلك نجد أن المعركة تسير ببطء شديد جدا جدا، مع العلم أن مبررات البطء كانت في الشتاء بأن الجو والطقس لا يستفيد يعني منه كلا الطرفين. الآن نحن في مرحلة صيف ولذلك لا يوجد مبرر. أنا أعتقد أن أوكرانيا باتت تعيش معركة طويلة المدى وتتأقلم معها وتتكيف فيها، وايضا روسيا باتت لم تعد يعني كون ان روسيا نظام ليس ديمقراطي نظام شمولي، ليس لديه مشكله ان الشارع الروسي يعترض او يتململ من طول هذه المعركه، لذلك روسيا دخلت في نفق انها ستطول فيها المعركه، لذلك نجد ان سياستها الان سياسه دفاعيه، يعني الى متى ستبقى المدافعه؟ اذا كانت روسيا تحلم بالسيطرة وتسويق مشروعها كما كانت تظنه مع بدايات شباط 2022، فإنها تطول لديها مدة طويلة جدا على هذا المنوال، كون أنها تريد أن تغير النظام السياسي في أوكرانيا، تريد أن يكون هناك نظام سياسي تابع وعلاقة طيبة جدا مع روسيا، بعيد عن الناتو، بعيد عن أوروبا، بعيد عن الاتحاد الأوروبي. كل هذه الكلام لا يمكن تطبيقه حتى إذا افترضنا جدلا أنه سيقومون بتطبيقه، بناء على المؤشر الزمني سيستغرقون 15 سنوات. إذا روسيا، هل أوروبا هذه الإمبراطورية الاقتصادية ستفلس خلال فترة أمام روسيا؟ هذه الدولة التي كانت تستفيد من مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية ستكون قادرة على أن تتحمل هذه الضغوطات وهذه العقوبات وكل هذه المشاكل؟ أعتقد أن استنزاف روسيا في هذه المعركة هي استنزاف لدولة، أما استنزاف أوروبا فهي استنزاف لحلف كامل، ولا أظن أن الحلف مقدراته بمقدرة الدولة بل أضعاف مضاعفة، سيما إذا علمنا أن في هذا الحلف دول قوية جدا مثل ألمانيا وما شابه، وأيضا بريطانيا خارج ما يعرف إطار الاتحاد الأوروبي هي جزء من هذه المعركة، والولايات المتحدة الأمريكية ميزانية دفاعية بالتريليونات. إذا بالنتيجة روسيا ستنشف لديها الموارد وستجفف أمامها، أما بالنسبة للناتو فهو سيكون في حالة ضنك، صعوبات، يمكن أن يكون لديه ضغط على المستودعات الأسلحة، ولكن لن أقتنع أن روسيا يمكن أن تكافئ كل الناتو بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على مستوى ناتو ومستوى ترسانة أسلحة خاصة بها. روسيا دولة كما قلت تستطيع أن تواجه منطقة عسكرية محدودة لا أن تنفتح على معركة بهذا. طيب